مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقائكم، سعيدة بالتواصل معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا أكيد على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو إلى حدود الساعة الواحدة. ونتمنى دائما أنكم تكونوا في أحسن أحوالكم وتكونوا على خير وبخير، وبدين السيمانة وأنتم ناشطين فرحانين، كل شيء وادك، فتحية طيبة لكم. لكل من هو على مائدة الغداء شهية طيبة بالصحة والراحة، لمن هو على الطريق طريق السلامة، لكل المستمعين اللي كيتابعونا فين ما كنتوا نهاركم مبروك ومرحبا بكم. بطبيعة الحال كالعادة كنبداو يوم الاثنين بالحيل والنصائح المنزلية، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم غتكون فرصة باش نستقبلوا معنا لالة لطيفة مدينة الدار البيضاء ولالة أمينة مدينة أكادير اللي غيعطيونا مجموعة من الاقتراحات، وغتكون فرصة أيضا باش ناخذوا بعض النصائح من نجيو الفاسية، كنوجه لها تحية ونتمنوا لها الشفاء العاجل يا رب. وأكيد أنه سعيدة جدا بالتواصل معك نجيبها، ومرحبا بك، وكنرحبوا بكل أوفيائنا وبكل المستمعين بطبيعة الحال بأسئلتكم باقتراحاتكم بأرائكم. مرحبا بالجميع دائما عبر أرقامنا الهاتفية المفتوحة 0522-46-72-50 أو 51 أو 52، أيضا 0522-88-00-60 ولا 61-62. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين. غادي نمشيو فاصل قصير وراجعين لكم في انتظار شيء أنفسكم، بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل أوفيائنا اللي كيتابعونا أكيد على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو إلى حدود الساعة الواحدة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع بكل اقتراحاتكم بكل آرائكم، حنا معكم طبيعة الحال على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. وغنمشيو مباشرة ناخذوا معنا لالة لطيفة مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك لالة لطيفة. السلام عليكم أختي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، واش أخبارك؟ الحمد لله أختي، الحمد لله. الله يطول عمرك، بارك الله فيك، صحة لاباس، لحظتك على خير. شكرا جزيلا، الله يكبر بك. عليكم المستمعات كاملين، مرحبا بالله ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله، ما كتغيبوش ديما معانا، الله يحفظكم. شكرا لاله يخليكم علينا. المستمعات بحالنا حتى حنا مره كنبغيو نسمعوا راسنا والله هذاك الشيء اللي كاين تكون الفنسانيين والله ما تصمتوا. ايوا لا لا الله يحفظك لاله لطيفه، شكرا جزيلا، الله يكرمك. تفضل لاله، مرحبا. نمشي معك شي نصائح، نبدا بالخميره البلديه. ايوا نمشي معك، بارك الله عليها، خميرة بنينة الخبزة ولا الخميرة. أيه إلا بقى الوقت في الخير نعطيك واحد الاقتراح ديال الدلاح باش ما يبقاش يروحوا القشور. أيه تفضلي نسمعوا الاقتراحات. أنت كتاخذي الخميرة كتاخذي اللبن، أنا نعطيك النصيحة ديالهم هم شيئين زعما الله يعطيها الصحة. كتاخذي قرعة ديال اللبن ديال هذيك تكون ديال الشكلاط ولا أخرى ديال الكوفيتير كبيرة. أيه كديري فيها اللبن وكديري فيها القمح في الخلطة. أيه بعدا باش تصهد معايا نهار واحد درتها بحال اليوم وغد عجنت بها. دغيا توجد. دغيا كتوجد يا اختي مخيره. ما كديريش الخميره الاخرى هذه بات زوينه، ما كديريش الخميره المعجونه. انا عندي اقتراح كندير الخميره المعجونه، هذه ما فيهاش خميره معجونه. صافي كتشدي ديك الخميره كتخويها في شي فاش غتعجني قصريه ولا حنش، كديري شويه الملح وكتجمعيها بالماء وكديريها في شي اناء وكتشدي عليها. اييه مثلا جبتيها مع السبعة سعود كدلكيها كتكرصيها 11 كطيبي. اييه وكتشدي ليا باش السير ديالها باش حيت واحد السيدة عيطات لك قالت لك كتجي مشقة. كتشعلي الفرن حتى تيسخن كترمي الخبز لتحت، ما كترميش الفوق بحال اللي كنديرو. اييه كترميها على الأنيس صافي حتى تحسي بيه تحمر. كترمي لتحت معناه أنه لتحت يكون يعني يكون شاعل لتحت والفوق ولا يكون شاعل غير لتحت؟ ما يكون شاعل غير لتحت. يكون شاعل غير لتحت. تيسخن الفران وترمي الزهله بحال طيب الزهله كطيب على وجهها هو الاول. اييه عرفتي مخير هذا راه درت حتى الخبز العادي والله الا تيجي حسن ترمي الفوق. كترميها اللي كتحمر كتقلبيه صافي يتحمر على كرشو وتخرجيه. اييه راه شفت لك الصور ديالو مخير. الله يعطيك الصحه. كرطب وزوين. اييه نمشيو للنصائح الاخرين، دابا قريب وجد البرقوق. أوا تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك. المستمعات ما يترخاوش عليه، يصايبوا حتى 20 كيلو راه كيجي في العصير خضر به، ما يستغنوش عليه. أييه مخير. أييه أنا هذاك العام ما كانش وبقى فيا ما صايبتوش، واحد السيد قال لي كاين هذا العام. إن شاء الله خير. أنت غتجيب البرقوق نعطيهم أنا المهم 4 كيلو ولا 5 كيلو هما اللي صايبوه مزيان. أييه كتجيب البرقوق كتغسليه في أجل ذاك البرقوق يكون غليظ ما يكونش مضروب. صحيح. كتغسليه كتشفيه كتشفيه في اللاطا تشعلي الفران. وترميه لتحت بحال بحال مشعله على الكيكه ولا قل. اييه كذا الوجه ديال توا كيطيب بحال البهله ماشي يرميه الفوق ثاني يخسر لا. كتشدي كديريه ومره مره كتحركي ديك اللاطه في ديك الحلقه. اييه ساعتين كتطفي عليه تخليه في الفران.
الغد الثاني كديري نفس الطريقه ساعتين نهار ثالث ثاني نفس الطريقه ومدابا تفرك راه كاينه الشمس ان شاء الله يعاونك شي اييه الو كنسمعوك لا صافي كتجمعيه اييه كيكرم كدهني في الزويته ما كديري المره الاولى ما كديريش الزيت حيت كيتحرق لك الزيت وكيجي مخيب كيكرم كديري لي شويه الزيت كتشوفي في البلاستيكات وديري في المجمد اييه الطريقه الثانيه اللي البرقوق ليك كديريه كتغلي الماء في شي كاميله كتشدي البرقوق وتخوفو في ديك الماء غليان بقيتي عليه غلا الماء وبقيتي كتحمي البرقوق في ديك الماء سخون وتغطي ثاني تخليتيه يدفى الماء وديري ليه نفس الطريقه ديال التكران اييه كتحيته هو ديري ليه نفس الطريقه الا كيجي عصير مع النافع تيجي مخير يجي والمرقة ما نقولكش بلا ما ديري السكر بزاف وداك الشيء هاك اييه شوف النصيحه كنتي عطيتيها ديال الحامض بحال كان عندك الصهد والعرق والله الا جربتها راه مزيانه الحامض كنتي درتي برونش ديال الحامض وكدير من بعد تدواش اييه اييه حيت واحد السيده كانت عطات ديك البومه دار واحد السيده خرجت عليها داك الشيء قلت لها يديروا شي هذيك ديال الحامض مخيره لا هذه المساله حنا يعني ما الواحد دائما كنصحوا بان الاشياء الكيماويه الواحد يبعد عليها ما يقربش من الاشياء الكيماويه يعني الواحد بالذات ديالو الواحد يتفادى الاشياء الكيماويه ديما هذه المساله كنمشيو الواحد يبحث على ما هو طبيعي وحتى الا شرينا شي حاجه من المستحضرات الواجده نبحثوا على ان المكونات ديالها تكون طبيعيه باش هكذا ما نخلقوش شي مشكل بطبيعه الحال الجلده ديالنا مرحبا ان شاء الله نمشيو اختي دابا دابا يبدا ان شاء الله يفور الحب اييه هذاك الماء ديالنا واللحم اللي بغيتي زوين مفور كيكون مجبر شاعل وكتشوي شويه هذاك تحمري هذا كديريه يفور بحال كديريه شويه ياخذ صهد الفاخر بحال كتشوي شويه وكديريه يفور كيجي مخير اييه صافي هذاك الماء ديالو اللي بقى اما كديري فيه الروز راه معروف الروز اما كديري فيه الحريره ما كديري الصوبه واللحم الغني القزبر اي وصفه يديروها القزبر ما كيضغش القزبر اليابس القزبر كيجي مخير والبرمه باش ما تكحلش كديري طريف ديال الخبز ولا الحامض ولا مطيشه اييه والقفال كديري قفال عادي كديري طريف التوب شريط ديال التوب كتسجليه كديري شويه طحينه وديري بلا ما ديري هذيك البلاستيكه ولا هذيك الالمنيوم راه ساهله كتقطر نعم يعني هذه طريقة سهلة أييه لا هذه القتال ديال البكرية لا بغاو شي حاجة صحية ونمشي معاك واحد الدجاج ساهل هذا ديريه اللحم وديريه الدجاج أييه عندك كتاخذي الكوكروس كتشدي الطروفة ديالك ديال الدجاج ولا ديال اللحم اللي كان الدجاج يكون في الجلدة ديالو كتشدي واحد الزفة كدير الزفرة والزعفر والصغون والملحة والبزار فقط وكتشدي ديك الطروفة كتمرقي بحال هذا باش ديروها من الأول مرقي في ديك العشوب وكتشد فيه الكوكو كتديري الفخات في جنيبه ما ديري لا ما لا والو لا زيت لا هادي كتشدي الكوكو كدير على نار مهيله بحال الشميعه خليها ديك الساعه ساعه ونص ما يطرى لا والو ملي كتحلي تتلقي سبحان الله هو تلقى الماء اييه بغيتي تحلي الكوكو تنشفي ديك الساعه تنشفي بغيتي تدهنيه بشي حاجه تدخليه للفران انا كنخليه هكاك عادي شي هي هذا الزعتر والكمون كثير كيجي مخير ولا عندك ديك البطاطا الصغيره اييه يعني كتنقيها وديريها في هاد العطريه اللي عطيتك وكتشتي فيها فوق منه اييه كيجي مخير هذا هادي مارينات زوينه اللي نقدروا نستعملوها كحيله بتعطينا تعطينا واحد المذاق زوين اييه الله يعطيك نمشي معاك راح ديال الدلاح اييه الدلاح انت كتاخذي كيلو ديال القشور ديال الدلاح تحيه لك ام شيماء مرحبا مستمع الوافية ديالكم مرحبا بها مرحبا بلالا ام شيماء انت كتاخذي نص كيلو ديال قشور الدلاح اييه تحيدي ديال البيض تحيدي الاحمر واخضر تخلي هذاك القلب البيض اييه كتقطعي طروفة هذه كيجي هذوك الفواكه المعسلة اييه يفغون فهمتك الله لطيف اييه صافي كديري في شي طنجرة كتغطي عليهم بالماء كديري هما يطيبوا 20 دقيقة 25 دقيقة اييه كتسقطري من داك الماء كترجعي من الطنجرة كتزيدي 200 غرام ديال الماء عبرتها هي كفونس ديال العنبة أنا ديما كنبغي نعطي العبار أييه كفونس ديال العنبة 200 غرام ديال الفانيدا ربع الفانيدا الجمعة قضي العصير حامض كتردي فوق يغلى
صافي كيبقى يغلى تيبقى فيه تقريبا نص كاس ديال الماء تيبدا ينشف. اييه ديري معلقه ديال الجليكوز كتحركي تحركي تحركي صافي كتبدا يتعلق في غير ثلاثه الزليفات هو باقي سخون واحد الزلافه كديري فيها الروح ديال الحار واحد الشاب الروح ديال الفريز واحد الزلافه الروح ديال البيستاج. اييه كتحركي سخون وكتجي معين هذيك كتديري تجيبي الحلوى اللي بغيتي وما نضيعوهاش. اييه وما نضيعوش دوك نستافدوا من الشعور ديال البلح. الكونفيتير كيجي كونفيتير مخيه. الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسكر. لا لطيفه تبارك الله عليك. كل بارك نزيدوا حاجه وحده يلا. نزيدوا حاجه واحد الاقتراح اللي ما عندوش المول ديال الفرنشات. انا عاد كنشوفوا ونجرب ونعطيكم. مرحبا. الا ما سمعناكش مزيان. لا لطيفه ما سمعناكش. لا لا لطيفه ما سمعناكش مزيان. قلتي لنا اللي ما عندوش اللي ما عندوش الموس باش يقطع الحريشات شنو خصو يدير؟ هي كتاخذي ديك ديال الفرن. اييه ديال الفرن تيكون فيها ثلاثة طبقات. كتحيدي تشدي من الفرن تبقى بحال الدائرة. اييه هذيك كديري فيها الحريشات وكتديري معلقة بحال المول. كديري معلقة وشنو؟ ملي كتحطي الحريشة في المقلة. اييه دير الظهر ديال المغرفة. اييه دير ديك الحريشة زوينين اللي ما عندوش المول هذاك المول ديال الحرشة. بحال كتعبري بهذاك بهذيك الدورة ديال الفخوماج. كتجي مخيرة. الله يعطيك الصحة ما عندي ما يتسكر. تجربوا الخبز اللي عطيتهم راه خطير راه زوين. إن شاء الله بإذن الله تبارك الله عليك. الله لطيفة مشكورة جزيل الشكر. الله يحفظك بارك الله فيك وصباحك مبروك. وشكرا لك على المشاركه الطيبه ديالك لاله اختك. وغادي نمشيو مباشره دابا مستقبلوا معنا لاله امينه من اكادير. صباح النور والورد لاله امينه. اهلا وسهلا. صباح الياسمين والفول والنرجس والاقحوان كاع جميع الازهار اللي كاينه موجود. ما اجمل عطاء. تبارك الله عليك. الله يحفظكم الله يعمرك الله يعمركم فواح في كل ارجاء العالم. الله يكرمك لاله امينه. الله يكرمك. الله يحفظكم. الله يحفظكم عطله سعيده وباش ان شاء الله تدوزها بخير وعلى خير. وحنا واخا غنشتاقوا لكم ولكن انتم خصكم ترتاحوا حتى انتم شويه ودوزوا حتى انتم العطله بخير وعلى خير. الله يحفظك لاله امينه. حنا غنتوحشوكم بزاف بزاف. تبارك الله عليكم. انا دابا ماشي في اكادير. انا دابا في بجات في بلادي في الحراره. كنتلبس في الحراره. وعرفتي اكادير هذا الصباح راه صباحها بارده. دابا دابا يلاه شفت شي ناس تما صباح القضيه بارده ومغيماشي شويه. صافي الجو مبرد. ابي الجعد سخونه القضيه. وي راه هادشي اللي كاين الحمد لله. فيها خير هادشي اللي كاين. واحد التحيه للاخوات اللي جمعت بين بيني وبينهم هاد الاذاعه الجميله الزوينه اللي جعلتني دارت لي ركن في حياتي. الله يكبر بك. اخت الهام وتحيه كبيره لفتيحه ومليكه ونصيره وبشرى واللي ما لحقت نقولوا يسمح لي. كاملين 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 كنحبهم كاملين زوينين. الله يحفظهم. الله يحفظكم يا ربي. الله يحفظكم. كنعرفوا بان الناس ما كيتعطاوش القنيه. نبداو بعد النصائح. هذا غير نصيحه ماشي طريقه. اييه الناس اللي ما كيتعطاوش القنيه هي راه صحيه وزوينه والا استعملوها بهذه الطريقه اللي غنقول لهم كنصحهم انه يجربوها وغادي يردوا عليا الخبر ان شاء الله. القنيه ما كنعرفوا بان ما كتكلش ساعتها انها خصها تجي وترقد تبقى تنشف ماشي ترقد تنشف في الثلاجه غير لتحت تبقى واحد اليومين تتنشف مزيان. ايوه كنقردوها وكنسلقوها غير في الماء وواحد الشق بيصا شويه ديال السمن شويه ديال الملحه شويه ديال الزعفران الا ما كاينش هذاك المكعب شويه ديال عصير سيدنا موسى شويه واحد القرطه ديال قزبر معدنوس وواحد الفريعه ديال الثومه. ملي كتسلق كنعرفوا ان صافي قربت ما بقى لا والو. كنحيدوها نشفوها وكان اما كندهنوها ندخلوها الفران واما كنقليوها. راه ما كتشربش الزيت واخا كنقليوها. اييه وداك الماء ديالها نحتفظوا به ما نلوحوش نطيبوه نحيدوا منه هذاك الشيء ونصفيه ونحكوا واحد البصيله نديوها نجيبوها شويه في الزيت البلدي ونحطوا داك الماء ونجيبوا الروز نطيبوا فيها الروز كتجي مرافقه لهذ القنيه. اييه الله يعطيك الصحه.
واكيد غتعجبهم لان واحد السيد ملي جا عندي ما كياكلهاش ولكن حطيتها لي على اساس انها تقريبا دجاج ولا سميتو طاح فيها هنا وفي الاخر قال لي والله الطاسه ملي كون ما وكلتها ليا مع عمري غناكلها انا شخصيا الامينه ما كنقدرش ناكلها لا 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 ما غنجربوا هذه الفكره هذه ونشوفوا شنو غيوقع هذه حكايه ما فيها لا دهنيات لا حتى حاجه هي صحيه كنصحوا بها الاطباء وواحد الطريقة تاني الأخوات اللي كيبغيو يديروا ريكراتا هي هذه الطريقة منقولة ماشي ديالتي لأن احنا ماشي موسوعة تمشي على رجليها ولكن كناخذ بعضنا بطبيعة الحال أكيد طريقة ديال بيشاميل ساهلة اللي ما كيعرفش البيشاميل غتنجح ليها الطريقة أييه كناخذ جوج كيسان ديال الحليب وثلاثة الكيسان ديال الماء عبار واحد أييه إلا خدينا داك الكاس نعبروا به جوج كيسان ديال الحليب وثلاثة الكيسان ديال الماء ناخذوا أربعة المعالق ديال الدقيق يكون دقيق مزيان ديال الفورس وناخذوا المحسنات اللي بغاو جوزة المهم نزيدوا الملح هي الأولى والبزار اللي بغاو الجوزة بغاو قزبر بغاو اللي بغاو يديروا في هذا سميتو معطر ماشي معطر اللي محسن النكهة ديالو غادي ناخذهم ندوزوهم في الطراب يطربوا مزيان مع الدقيق وناخذهم ونديرهم فوق من العافيه ومعافيه مهيله وحنا كنحركوا تتطيب تتولي خاطره على حسب الخطوره اللي بغيتي انتيا وتزيد على واحد المعلقه ديال الزبده وهذا البيشاميل موجود عندك الطريقه السهله الله يعطيك الصحه ما تكورات ما ترونات ما تشي لا ما ترونات ما حتى حاجه لانك ودوزتيها في الخلاط اييه هي وبهذه الطريقه كتبغيها كتحصل انا كاين ما كتصدقش لي ملي كيدير الزبده وعاد كيدير الدقيق كيتكور بسرعه في نوجدوها لا هذه اكيد غتنجح لهم 100% ان شاء الله مرحبا بالنسبه للوليدات حنا كنعرفوا دابا الصيف كيعطيو واحد الاهتمام كبير للعصير وحنا في هذه الوقيته حنا نستغلوا هذه الفرصه وناكلوهم شي حوايج ما كياكلوهمش بحال اللوبيا بحال الدنجال بحال شي حوايج ما كياكلوهمش الدراريين الوليدات حنا اللوبيا الطريقه ديالها كتجي في العصير زوينه انما غادي نشدوها غادي غير نفوقوها ماشي نسلقوها يمكن ممكن عطيتها واحد المره ولكن طلبوا لي الاخوات ان نعاودها غادي نسلقوها ما نسلقوهاش غير نفوروها ثلاثة ثلاثة متوسطة وغادي ناخذوا يطرو ديال الحليب وغادي ناخذوا حك ديال الياغورت اللي هو ديال البيستاش اييه ونزيدوا الحلاوة اللي بغينا وهكا غادي نحصلوا على عصير بحال فيه النكهة ديال البيستاش ولكن راه في سميتو الداخل ديالو راه كاينة اللوبيا اللي غادي يشربوها الدراري بلا ما يحسوا اييه بالنسبه لحنا المقبلين على دابا عيد الكبير ان شاء الله الله يوصلنا بخير وعلى خير وعيد مبارك سعيد للامه الاسلاميه جميعا واخا انه باقي الوقت ولكن انا حيت الاذاعه غادي تشد العطله كنوصلوا التبريك ان شاء الله قبل الوقت بالنسبه للخليع كيبغيو الاخوات يوجدوا الخليع كنوصيهم وكنصحهم بان هذاك الخليع الا بغى يستعملوه الملحه ما يديروش الملحه ديال البحر يديروا الملحه الحيه لان الملحه ديال البحر كتطلق الماء من بعد وكيطوق اييه اذا كنتفاداو باش ما يكونش فيها داك الطواق كنديروا الملحه الحيه بالنسبه للزفوريه ديال القراده اللي غادي يقردوا فيها اللحم انك تبقى في هذيك الزفوريه ديال اللحم يتفادوا هاد الزفوريه باش يديروا لها الملحه والخل والحامض ويرقدوها في واحد الوقيته وعاد يمسحوها مزيان ولا يغسلوها ويمسحوها مزيان وهكا كنحصلوا على قراده ما فيها حتى شي ريحه اييه واحد العصير خو نعطي لك ديال الدنجال يمكن مع عمري ما عطيت هاد العصير ديال الدنجال غادي ناخذوا جوج دنجالات لان الدراري ما كياكلوش هما الدنجال اييه كناخذوا الدنجالات ودائما كنفورو ما كنسلقوش وكناخذوا واحد الحق ديال الياغورت اللي هو ديال الشوكولات اييه وكناخذوا قطرو ديال الحليب وكناخذوا جوج معالق ديال الكاكاو اييه وكنطحنوهم كاملين لان كيكون بعد الدنجال ديجا راه مفور وكنطحنوهم كنزيدوا السكر اللي بغينا وهكا كنحصلوا على عصير ما فيهش كاع حس البقايا ديال الدنجاله كيجي عصير ممتاز
انا الدراري غادي ياكلوا الباذنجان ولو انا كاين شي وحده كيقول لي لا خصك كل حاجه تكال في المقام ديالها ولكن راك الا ما قدرناش غير راه دابا الغريبه لا امينه في هذه الوصفه هذه الباذنجان كيحرق الدهون والشوكولاته كيزيد الدهون متناقضين ويستمعان في عصير هادشي اللي كاين واش غنديروا حنا مضطرين مع الوليدات تنديروا لهم الحيال باش يمكن ياكلوا الخضر باش ياكلوا الخضر لان حتى الخضر ملي كنشدوه كنديروه مع الليمون وكنديروا ليه ديك الفاني وكنطيبوا وكنمرمدوا في واحد الكاوكا ولا في اللوز سميتو راه كياكلوا انا ما كنشوفوا مراه حلوه ماشي خيزو معقوله وي اش غادي نديروا الله يقدرنا عليهم داكشي كان دابا عندنا الكيسان كيبقاو لينا فيهم اتيل داخل كنشوفوا ان الكاس كنهزوه كيبان لينا احمر من التحت اييه طريقه زوينه غادي ناخذوه وغادي نديروا غير الخل والماء أيه. وغادي نحطو غنرقدو واحد الساعتين غنجيو غنصيبو هذاك اتي حيد من داك الكاع ديال داك الكاس لان كيبقى هكا كيولي صفر وانا غير بالصدفه استعملتو خرجوا ليا كيسان انا كنبغي نحيد ديك الصفريه ساعتي حيدت حتى داك اللون الاحمر بالنسبه للقرقع واحد الطريقه قال لي واحد السيد وانا قلت نشاركها مع الاخوات الكريمات المستمعات وكل شيء ملي مشيت نشري القرقع ويقول لي خديت واحد الكميه كبيره ويقول لي واش هذا بغيتي ديري حلوات كاين لا بغيت تحتفظ به قال لي ولا بغيتي تحتفظي به راه غادي ديريه باش ما يخسرش ليك وتولي فيه واحد المذاق خايب قال لي ديريه في الفريغو قلت لي واش الفريغو اللي فيه الثلج قال لي الفريغو اللي فيه الثلج راه كيبقى واحد المده طويله تستعمليه قال لي تخرجي القدر اللي بغيتي وديك الساعه قال لي تحطي في الكونجيلاتور غير ما تيتكونجيلاش وغادي ديري في الفرن يتصهد وها هو عندك قرقع زوين نزيدك شويه واخا نزيدو شي نصيحه اخرى واخا اللي بغيت تستعملوا كاوكاو دابا كنعرفوا الحلويات في العيد ان شاء الله المقبل بالنسبه للكاوكاو اللي بغيت يدخلوا الفران باش يتحمر واحد الطريقه كنستعملها سهله كيدخل كندير ليه الزيت بحال كناخذ الزيت في يديا اي زيت المائده عادي وكناخذو كنديرو في يديا وكنبدا نمسح داك الكاوكاو بحال كيتزيت كاوكاو بلا ما نكبو عليه هكاك مباشره غير في يديا وكنبدا ندهن فيه وكندخلو الفران وهكا ملي كنخرجو دغيا كيتحيد منه داك القشره ديالته اييه هكا كنحصل على كاوكاو بلا قشره وبطريقه مبسطه وسهله الحليب انا نزيدك واحد النصيحه الحليب الا خسر لينا مع دابا كنعرفوا الصاد ان كنساوه شي مرات خارج الثلاجه ولا كيخسر لينا ما فيها باس راه ناخذو الا عندك شي نقره الا عندنا شي نقره هكا بغينا نلمعوها راه هذاك الحليب كيلمعها غنحطوا ديك النقره في وسط من هذيك الحليب وغنهز غنخلوها نخلي واحد الوقت معين ساعه او ساعتين او ثلاثه المهم علاش ما قدينا ملي غادي نهزو غادي نغسلو غنسيبهم تيشعلوا لنا داك المكونات اللي في الحليب كتنظف النقره اييه الله يعطيك الصحه معدي ما يتسالك لا امينه تبارك الله عليكم الله يحفظكم ليا شكرا بزاف رغم انك مشغوله بغيتي تشاركي معنا اليوم على لاباس مشكل راه واحد الثلاجه دايره ليا القوق في راسي فيما جيتك الله يسهل الامور ان شاء الله خير ان شاء الله ويحفظ جميع الاخوات الكريمات والطاقم ديال ميد غاديو كنقول لهم عطله سعيده وباش ما تمنيش ان شاء الله تدوزها بخير وعلى خير وان شاء الله نسمعوا الاخبار من بعد ان شاء الله احنا اكيد اننا على تواصل الامينه وخا الله يبارك في تواصل الامينه تحياتي لك تبارك الله يك الامينه وشكرا جزيلا ليك وبارك الله فيك ودابا غنمشيو ناخذوا بعض النصائح ديال نجيبه اللي كنوجه لها تحيه ونتمنوا لها يا ربي الشفاء العاجل ودعوا معها كامل المستمعين الكرام ان شاء الله باذن الله ربي يشافيها ويعافيها وتحياتنا لها لان دائما التواصل معنا وبصراحة عندها معزة خاصة عندي فالله يحفظها يا ربي ويستر لها ويشافيها من المستمعات الكريمات العزيزات جدا والقريبات واللي دائما كتابع الاذاعه ومشكوره جزيلا شكرا تحيه حتى للمهمه ديالها الله يحفظها لها يا ربي ويقدرها عليها يا رب الوغ نصائح نجيو الفاسيه اليوم كتقول لنا الا كان عندنا المشكل ديال ناموس الدبان هي فكرات الطريقه ديال المصيده ديال كتكون من القرعه ديال المشروب الغازي اذا تناخذوا القرعه ديال المشروب الغازي تنقطعوها على جوج وتنديروا البلاصه ديال الغلاقه بحال كنديروا على شكل يعني البلاصه ديال الغلاقه كنديروها في وسط هذيك القرعه الوسطانيه وبهذه الطريقه هذه فهي كتحي بحال كتسيد لنا داك الناموس والدبان بواحد الطريقه عجيبه جدا نقدروا انا نزيدوا في هذيك القرعه نكبوا فيها الخل ونخليوها بديك الطريقه عوض ما نديروا كاس ديال الخل كما تنعطي انا النصيحه نديروا هذه الطريقه هذه ديال القرعه ديال المشروب الغازي
فهي كتعاون على انه بطبيعه الحال الدبان تيطيح تما او لانه سيطيح تما وسيبقى تما بطبيعه الحال. وهذه طريقه باش كنهربوه. ايضا كتقول لينا الا عندنا الغلاقات ديال القراعي ديال ماد الورد والزهر ما نرميوهمش، نحاولوا اننا نجمعوهم. عندنا جوج اقتراحات، يا يعني كما تنقولوا نزينوا بهم الغرس ديالنا، يا غادي ناخذوا هذوك الغلاقات غادي ندقوهم مزيان وغادي نديرهم في الغرس ديالنا فهم مفيدين حسب الراي ديال الجوا. كتقول لنا الجوا ايضا الا بغينا الحامض يبقى لنا مده طويله في الثلاجه غادي نجيبوه، غادي نمسحوه مزيان، وخا طلع شويه في الثمن اللي مات ولكن المهم نلقاو شويه الثمن طايح، كنمسحوه مزيان وكنديروه في ورق الالومنيوم. الجهه اللي يعني الجهه اللي كتبري هي اللي كنديروا لداخل، تنجمعوا ديك الحامضه ديالنا وتنخليوه في الثلاجه، فهو تيبقى لمده اطول طري وما كيوقع له حتى شي حاجه. خلاص دابا انه يعني في هذا الفصل هذا كنبغيو نديروا العصير ديال الحامض، كنستعملوا الحامض بشكل كبير. فالواحد من يطيح عليه من يطيح فيه في الثمن طايح شي شويه يحاول انه يستغل الموقف ويشري كميه مهمه. ايضا كتعطينا اقتراح اخر نجيوا، كتقول باش نديروا الحامض مصير في الدار. اذا شنو خصنا ناخذوا، شنو غنحتاجوا؟ غنحتاجوا الحامض، الملحه، كاس صغير ديال الزيت، ونص كاس صغير ديال الماء. اذا هادو هما المكونات، الحامض، الملح، كاس صغير ديال الزيت، ونص كاس صغير ديال الماء. كتقول لنا نجيوا كناخذوا الحامض كنغسلوه مزيان وتنمسحوه وتنكبوا عليه الماء الطايب لمده ساعه، تنخليوه مرقد في ذاك الماء الطايب. من بعد تنصفيو ذاك الماء الطايب وتنزولو وتناخذوا دوك الحامضات كنفلحوهم على اربعه وتنعمرهم مزيان بالملحه وتنديرهم في قراعي معقمين وتنزيدوا عليهم الزيت، يعني كاس ديال الزيت صغير ونص كاس ديال الماء صغير. تنخليوهم يعني كنسدو على دوك القراعي وتنخليوهم يطيبوا على خاطرهم. من بعد واحد يومين تنعاودوا نقلبوا ديك الحامض ديالنا وتنخليوه. من بعد حتى كنحسوا به طاب مزيان، هو اللي مصير عندنا في الدار، اولا الحامض المصير عندنا في الدار ونقدروا نستعملوه بالطريقه ديالنا. الله يعطيك الصحه نجيبه، افكار زوينه بحالك، الله يحفظك ويشافيك ويعافيك يا ربي. ومرحبا بك صديقتي، اكيد انا نكون سعيده جدا انك تشاركينا وتواصلي معنا بنصائح هي الزوينه فحالك، وانا عارفك بانك كتسمعينا دابا. الله يحفظك ويبارك ليك ويشافيك يا رب. غادي ناخذ بعض الاسئله ديالكم مستمعينا الكرام. لا مجده كتقول فكره جميله ديال تلميع النقره بالحليب خاسر، غنجربها ان شاء الله. ديما تنقول داكشي اللي داكشي اللي قلنا ما نفعناش اكيد في هذه الحيله ماده كيميائيه حاضره هنا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك مجدة، مرحبا. كنتي سيونتيفيك على هذا الحساب. صباح الخير عليك اختي سكينة من ورانا كيف العادة، الله يحفظك ليا لالا أم لقمان وجنان، والله انت أروع وتحية ليك وهاد الرسائل الزوينة ديالك ديال كل نهار على قلبي وعلى راسي من الفوق، شكرا ليك. تحية ليك اختي سكينة تبارك الله عليك، كنموت عليك أنا أم مروان بن ملا، الله يحفظك ليا، شكرا ليك لالا أم مروان كذلك، كنحماق عليكم كاملين. السلام عليكم اختي سكينة، راك عزيزة علي بزاف، الله يحفظكم ليا، تحية ليكم كبيرة. عافاك اختي، عاودي ليا طريقة الخميرة البلدية والخبز اللي دارت دابا ما سمعتهاش، اللي دارت دابا المستمع ما سمعتهاش مزيان. إذا الطريقة اللي قالتنا المستمع الكريم، وأنا كناخذوا قرعة ديال الكونفيتور، تنديروا فيها الدقيق، كنديروا فيها القمح بالنخالة ديالو، وكنديروا فيها كنديروا فيها اللبن. اذا تنخلطوا هذاك الشيء مزيان، من بعد ما كيتخلط مزيان تناخذوا هذيك الخميره ديالنا وتنعجنوها، يعني تنجمعوها نعجنوها وتنديروها في واحد الاناء. انا نصيحتي انا نديرها في اناء ديال الطين، لان الطين كيحي الخميره، كنديروها في اناء ديال الطين. وملي نبغيو نعجنو كيف ما قالت لنا المستمعه الكريمه، يعني الا عجنا مع التسعود كنخبزوه مع الحداش، غادي غير في الخبيز كيف ما قالت لنا لاله لطيفه، مي يستحسن اننا نديرو على النار، نشعلو النار، نشعلوه يسخن ونطفيوه، يعني عفوا ونرميوه لتحت ماشي الفوق، يعني لتحت حتى يتحمر، ونعاودو نقلبو على وجهو في التحتني حتى يتحمر، وهو الخبز غيبقى طري ويبقى مزيان كيف ما قالت لنا. الطياب ديال البهله الله يعطيها الصحه ومشكوره جزيل الشكر. السلام عليكم اختي سكينه، راك عزيزه عليا بزاف، تحيه ليكم. اذا هي هذه تبارك الله عليك لاله ام محمد، نتمنى نكون جاوبتك. السلام الله يحفظكم، راكم كتفيدونا، شكرا ليك لاله الله يحفظك. السلام عليكم اختي سكينه، تحيه كبيره ليكم، بغيت الله يخليك شي حل الحوايج جداد لي يلاه كيتشراو، كيفاش غنديروا ليهم باش يبقى لونهم كما هو ما يبهتوش الا تصبنوا؟ شكرا بزاف. نصيحتي ليك لاله، الا كانوا عندك حويجات جداد وعزاز عليكم وبغيتيهم شي يبهاتوا، انا نصيحتي لك ان كان حويجات ديال الخروج او حويجات عزاز او شي حاجه خصوصيه، يستحسن انهم يتصبنوا اصلك في المصبانه. ما كانش الامكانيه، هذه الطريقه اللي غادي نقول لك هو انك كتاخذي هاد الحوايج هادو تترقديهم في الخل، يعني اول صبينه ديالهم تترقديهم في الخل وشويه الماء، كتخليهم مرقدين باش كيتثبت الخل داك اللون، ومن بعد كتصبنهم. ولكن ملي تبغي تصبنيهم ما يتصبنوش في الماكينه، ما يتصبنوش بالمسحوق، تنقلبوهم على وجههم
وتنصبنوهم غير بيدينا بشامبوان. راه كاينين شامبوانات غير ديال 10 درهم بايترو، تنخليو لهاد الامور هادي تنصبنوهم غير بشامبوان وبيدينا وما نعصروش بزاف، يعني غير نشلوهم هكا ونحاولوا اننا نعصرو غير عصيره خفيفه ونشرهم ينشفوا. هذه هي الطريقه باش نحافظوا على حويجاتنا لمده اطول. كاينه عندنا الامكانيه ديال المصبانه، انا شخصيا كنفضلها الحويجات اللي عزاز واللي غاليين واللي ديال الخروج ما نصبنوهمش الظهر. تحيه لك اختي سكينة، عفاك كيفاش نصنعوا معطيل الجو يكون طبيعي؟ سعيده من تطوان. مرحبا بلاله سعيده. طريقه سهله وبسيطه ديري بها معطير في الدار ديالك. اشنو هي؟ غتاخدي واحد البخاخ غادي ديري فيه واحد 3 المعالق ديال بيكربونات الصوديوم، غادي ديري فيه نص كاس صغير ديال الخل الابيض، الخل الابيض ماشي الصفر الابيض، نص كاس صغير ديال الخل الابيض. غضيفي عليه الماء اللي بغيتي، الورد ماء الورد ولا ماء الزهر، انا نفضل ماء الزهر. غضيفي عليه ماء ديال الزهر وغادي تضيفي عليه الزيت العطري اللي تيعجبك، خزامه العود العنبر المسك اللي يعني الزيت الاساسي اللي تيعجبك. غديري من 10 حتى ل 15 نقطه حتى ل 20 نقطه على حساب انت الريحه اللي بغيتي والجهد اللي بغيتي. غادي تخلطي داك البخاخ مزيان وغتخليه واحد عشيه وتعاودي يعني تخلطيه مزيان. ومن بعد بطبيعه الحال يمكن لك انك تستعمليه كمعطر طبيعي للمنزل ومعقم ايضا. نصيحتي لك غير ما ترشيش على الفراش، هذا يترشي في الجو لانه البيكربونات الصوديوم يقدروا يبقعوا، فنصيحتي لك هو انه يترشي في الجو، وقت ما بغيترشيه نخلط مزيان عاد نرشو. كان بودي نجاوب اكثر على اسئلتكم مستمعينا، ولكن للاسف وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. كنعتذر منكم بزاف اللي ما قدرتش انني نجاوبهم، ولكن ان شاء الله اكيد انه مازال مستمرين خلال هذا الاسبوع نجاوب على كل اسئلتكم وكنستسمح منكم، ونتمنوا دائما نكونوا كنفيدوا الجميع ونكونوا عند حسن ظنكم وتطلعاتكم. كنشكر وفاء فائزه رفقتنا اليوم في الاخراج، سميحه شوي استقبال مكالماتكم، هشام ابو زروال في تصوير الحلقه. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، شكرا جزيلا لكل مستمعي الكريمات اللي اختكم علينا. تهلاو ليا فراسكم، دمتم في رعايه الله، شهية طيبه والى اللقاء.
هي عجباتني قبل أن تطلع.